مرحبا بكم، أنا شهد محمد أحمد يوسف، مسؤولة ملف البيئة والتنوع الحيوي بحكومة الظل بحزب بناء السودان. أتشرف اليوم أني أقدم لكم الخطة الاستراتيجية لملف البيئة والتنوع الحيوي بالنيابة عن فريق الملف. والخطة دي بننوي أننا ننفذها على مدى 10 سنوات بدءا من سنة حصولنا على الحكم، حصول حزب بناء السودان على الحكم عن طريق الانتخابات العامة. خلونا نبدأ باقتباس لكارل ساغان الأستروفيزيست المشهور. شايف ذرة الغبار دي؟ الذرة دي هي هنا، هي الوطن، هي نحنا، وبيعيش عليها أي زول بتحبه وأي زول بتعرفه وأي زول سمعت به، وكل إنسان اتوجد في التاريخ عاش حياته عليها. مجموع أفراحنا وآلامنا، آلاف الأديان والأيديولوجيات والمذاهب الاقتصادية، كل جنسنا البشري عاش هنا على ذرة غبار معلقة في شعاع الشمس. نبدأ بالرؤية. رؤيتنا هي أن يصبح السودان واحدا من أفضل 5 دول أفريقية خلال 10 سنوات في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، عبر جعل حماية البيئة قضية مركزية وذات أولوية في سياسات الدولة، بما يضمن تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة تحافظ على الإرث الطبيعي السوداني وتحقق الرفاه للسودانيين في الحاضر والمستقبل. رسالتنا هي نعمل على أن نعيد تعريف حماية البيئة والتنوع الحيوي من خلال العمل المؤسسي الحكومي في السودان، استناداً على أفضل الممارسات العلمية والمهنية الموجودة في العالم، والتي تم دراستها وتمحيصها وخصخصتها لتناسب الوضع الفريد للسودان، حتى يتمكن السودانيين في الحاضر من الاستفادة من الموارد المتاحة في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية، دون الإخلال بحق الأجيال القادمة في التمتع بها، وذلك من خلال تقوية وتمتين الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وبالتنسيق مع المجتمعات الإقليمية والعالمية، بما يجعل حماية البيئة والتنوع الحيوي السوداني شأناً عاماً تتضافر فيه الجهود باتجاه الأهداف المتوافق عليها. نشوف الأهداف الاستراتيجية. عندنا 8 أهداف استراتيجية وضعناها في خطتنا دي، ومجموعة من المشاريع والمبادرات اللي بتسعى لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية دي. خلونا نسرد الأهداف الاستراتيجية أولاً. هدفنا الأول تحسين مستوى الأداء البيئي للسودان. الهدف الثاني أن يعيش السودانيين في مدن ومجتمعات محلية نظيفة يتم فيها التعامل مع النفايات باعتبارها موارد بدلاً عن اعتبارها مشاكل. تحسين جودة الهواء وإبقاء انبعاث الغازات والغبار عند المستويات الموصى بها عالمياً. أن يتمتع السودانيين بمياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي لا تهدد سلامتهم أو بيئتهم. ضمان النقل والاستخدام والتخلص الآمن من المواد الكيماوية. حماية السودان من التصحر والآثار البيئية المدمرة للكوارث الطبيعية والصناعية. بناء قدرات السودان التي تؤهل للمنافسة في السوق الأخضر العالمي. حماية الأنظمة البيئية الهشة والأنواع والتنوع الجيني في السودان. هنمر على الأهداف دي واحد واحد، بالإضافة بعض المشاريع والمبادرات اللي احنا ساعين إننا ننفذ الأهداف دي عبرها. هتلقوا المزيد من التفاصيل في الملف بتاع PDF اللي هيرفع لاحقا. بالنسبة للهدف الأول تحسين مستوى الأداء البيئي في السودان، وده نحن شايفين إنه بيتم عبر 3 محاور. المحور الأول هو الإصلاح الإداري. من المشاريع المقترحة في المحور ده إنشاء المكتب القومي لحماية البيئة، بحيث إنه يكون مكتب مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء، عنده المقدرة على إنه يكون مكتب قائم بذاته. وعايزين برضو نعرف الإطار المؤسسي الحكومي اللي بيربط وبيحدد العلاقات بين المكتب القومي لحماية البيئة والأجهزة الحكومية الأخرى. هنحدد برضو الفهرس الوظيفي للعاملين في مجال البيئة، بحيث إن إحنا نشجع دخول المزيد من السودانيين في المجال. هنوريهم كيف الواحد بيبدأ وممكن يتطور كيف لحد ما يبقى شنو.
عايزين نطور برضو الإحصاء والمؤشرات البيئية اللي هتورينا نحن واقفين وين وكيف نخطط للمستقبل. هنعمل برضو على اعتماد الجهات الاستشارية والمعامل البيئية اللي هم شركائنا في القيام بالدراسات البيئية. عايزين ننشئ برضو قاعدة بيانات بيئية قومية، نقدر المواطنين والمهتمين كلهم يوصلوا فيها البيانات البيئية عن طريقها. هننشئ برضو منصة يقدر المواطنين عن طريقها يبلغوا عن المخالفات البيئية الموجودة حواليهم. المحور الثاني في الهدف ده هو الإصلاح القانوني. من المشاريع اللي نحن مقترحينها في المحور ده إصلاح قانون البيئة لسنة 2001، سن قانون التنوع الحيوي والمحميات، سن قانون الهواء النظيف والانبعاثات الغازية، سن قانون الحد من المخاطر الكيماوية والآثار الصناعية، سن قانون حماية المياه والأراضي الرطبة، إصدار لائحة حدائق الحيوانات العامة والخاصة. بالإضافة لكده عايزين نسعى لتمويل التقاضي عبر العون القانوني بالتنسيق مع وزارة العدل. المحور الثالث هو متعلق بمشاركة السودانيين والمواطنين في تحسين مستوى الأداء البيئي للسودان، وهو محور رفع الوعي البيئي. في المحور ده عندنا مجموعة من المشاريع، منها الاحتفال باليوم الوطني للإرث الطبيعي السوداني، الإعلان عن مسابقة المدرسة الصديقة للبيئة، إطلاق أو إنشاء المعسكرات الصيفية البيئية للأطفال وطلاب المدارس والجامعات، إصدار موسوعة التنوع الحيوي للأطفال، وإنتاج برنامجين إعلاميين عن دور المواطنين عن حماية البيئة. وبالإضافة لكده الإعلان عن مسابقة الطيور، مراقبة الطيور لكل المهتمين. هدفنا الثاني مدن ومجتمعات محلية نظيفة. إحنا عايزين في الهدف ده نحول نفايات من مشكلة بتأرق منامنا كلنا لنوع من الحل ومورد مساهم في التنمية. عشان كده هنعمل على تشجيع مبادرات ريادة الأعمال المجتمعية والقطاع الخاص في مجال معالجة النفايات. هنعمل برضو على تقييم وتأهيل محطات المعالجة النهائية الموجودة حالياً. هنصمم خطة وطنية لتجميع وفرز النفايات البلدية للمصادرة. هنعلن مسابقة المدينة النظيفة بحيث يكون عندنا سجل لترتيب المدن حسب نظافتها. بالإضافة لكده هنصدر الدليل القومي للتخلص من النفايات الغير بلدية زي النفايات الطبية والنفايات الصناعية والزراعية والإلكترونية، بحيث إنه الجهات اللي بتتخلص من النفايات دي تكون عارفة المقاييس والمعايير المطالبة بها شنو، وهتخضع للمخالفات في حال مخالفة المعايير والمقاييس الموجودة في الدليل القومي. بالإضافة لكده هنصدر الدليل القومي لإنتاج الطاقة النظيفة من النفايات، بحيث إنه تكون الطرق اللي بتؤدي لاستخدام النفايات في طاقة نظيفة هي في نفسها صديقة للبيئة وغير مخالفة للمعايير والمقاييس المتعارف عليها. بالإضافة لكده هنشجع إنه في كل مزرعة يكون في مزارع للسارجيل بغرض الإنتاج الفيرمي كومبوست للتخلص من النفايات العضوية. هندرب المزارعين، هنوفر المعينات للعمل في المشاريع دي. الهدف الثالث بتاعنا هو إنه كل المواطنين يحصلوا على هواء نظيف ما يأثر على صحتهم سلبا في المناطق السكنية. وحننفذ الهدف ده بإننا نعمل 3 مشاريع. المشروع الأول هو الإعفاءات الجمركية لمحركات النقل الصديقة للبيئة، بحيث إنه نحن نقدر نشجع دخول المزيد من المحركات اللي ما بتأذي البيئة أو ما بتنتج غازات سيئة أو ضارة وسامة للناس في السودان. بالإضافة لكده هنقوم بإنشاء محطات مراقبة جودة الهواء في المناطق السكنية بالتعاون مع المحليات، بحيث نكون عارفين باستمرار الوضع بتاع الهواء، جودة الهواء في المناطق السكنية. هنعمل برضو على تشجير المناطق العمرانية بالتعاون مع المحليات. هدفنا الرابع إننا نوفر مياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي لا تهدد الصحة أو البيئة، وده بالتعاون مع وزارة البنية التحتية. بالنسبة لنا نحن من منظورنا،
حنعمل على تقييم استخدام وتغذية المياه الجوفية عشان نحدد وضعها الحالي من ناحية التلوث وطريقة استخدامها، هل هي حتضمن استدامتها ولا لا. حنصدر الدليل القومي لخدمات الصرف الصحي بحيث إنه يكون في معايير ثابتة ومتعارف عليها يجب على الكل اتباعها للتأكد إنه خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين صديقة للبيئة. حنصدر برضو الدليل القومي لمياه الشرب واللي بيحدد المقاييس والمعايير اللي لازم كل المنتجين لمياه الشرب سواء الحكوميين أو القطاع الخاص لازم يلتزموا بها. حنعمل على تقييم جودة المياه السطحية عشان نحدد موقفنا الحالي من تلوث المياه وكيف نقدر نعالج المواضيع دي. حنعمل برضو على تقييم وتطوير مياه الشرب في المجتمعات الريفية. الهدف بتاعنا ده هو حماية السودان من التصحر والآثار البيئية المدمرة للكوارث الطبيعية والصناعية. في الهدف ده نحن حنعمل أول حاجة على مكافحة التصحر أو محاربة التصحر عن طريق تنفيذ المشروع الإقليمي المشهور اللي اسمه الحزام الأخضر العظيم. والغرض من المشروع ده إنه استعادة الغطاء النباتي ومحاربة كل المظاهر بتاعة التصحر زي الرمال الزاحفة على ضفاف الأنهار مثلاً أو على القرى والمدن الموجودة في مختلف مناطق السودان المعرضة للتصحر. بالإضافة لكده حننشئ وننتج وننشر خريطة للمناطق المعرضة لخطر الفيضانات بحيث إنه نحن نأثر على طريقة توزيع السكان في مختلف أنحاء السودان والمناطق العمرانية وتطويرها وكل الأنشطة الإنسانية اللي بتتم على يعني الأرض السودانية. حننشئ برضو مركز للتعامل مع الطوارئ البيئية الصناعية وده حيكون بالتعاون مع الجهة المناط بها الاستجابة للطوارئ بشكل عام. حنقوم فيه بالجانب الفني المتعلق بمعالجة واستعادة الأنظمة البيئية بعد وقوع الطوارئ دي. حننشئ برضو مركز الإنذار المبكر للكوارث المناخية وده المقصود بيه إنه نحن حنتعامل مع الكوارث المناخية المختلفة زي زيادة درجات الحرارة والعواصف الترابية. حنعمل برضو على بناء قدرات السودان التي تؤهله للمنافسة في السوق الأخضر العالمي، لأنه بالنسبة لنا حماية البيئة هي مش بس إنه نحن يعني نمنع أو نرفض أو نحدد، لكن برضو عايزينها تكون مساهمة في التنمية، مساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في السودان. ونحن شايفين يعني إنه عندنا الكثير من الميزات اللي بتخلينا نقدر ننافس في السوق ده. من المشاريع اللي حنعملها عشان نحقق الهدف ده إنه نقيم مؤتمر ومعرض للمنتجات الخضراء ندعو فيه كل المستثمرين والمهتمين من القطاع الخاص والأفراد اللي ممكن يكون عندهم مشاريع واعدة في مسألة المنتجات الخضراء لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات أو استلهام حتى أفكار جديدة. حننتج برضو مجموعة من الأدلة والمعايير القومية للمنتجات الخضراء. المنتجات الخضراء طبعاً إحنا ما نعني بها بس المنتجات الزراعية، لكن برضو المنتجات الحيوانية، المنتجات الغابية، مثلاً الأغلفة الخضراء زي الأكياس بتاعت البلاستيك القابلة للتحلل، الورق والكراتين اللي منتجة من مواد معاد تدويرها، مواد البناء الخضراء، مختلف أنواع المنتجات الخضراء. نعمل برضو على تسهيل اعتماد أو تقديم شهادات أو سيرتيفيكتس للمنتجين اللي بينتجوا منتجات خضراء، وده حيساعدهم حول العالم على أنهم يحصلوا على مصداقية كبيرة بتسهل لهم تصدير موادهم. ده طبعا بالتعاون مع المنظمات والجهات العالمية المسؤولة عن الاعتماد الأخضر. حنعلن عن مسابقة الصناعات الخضراء عشان نشجع ظهور متنافسين جدد في المجال ونشجع ظهور أفكار جديدة وننشر الثقافة بتاعت إنه الناس تفتش عن بدائل صناعية خضراء. من الحاجات اللي هعملها برضو في الهدف ده إننا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني حننشئ مجموعة من الضرائب الخضراء اللي حتكون موجهة للمنتجين، منتجين المنتجات الخضراء والمصدرين بتاعنا. الهدف الأخير بتاعنا هو حماية الأنظمة البيئية الهشة والأنواع والتنوع الجيني.
عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع في الهدف ده، ممكن الناس تطلع عليها بالتفصيل في PDF اللي حيتم نشره لاحقا. من المشاريع دي زيادة مساحة المحميات البرية وتأهيلها، وبالإضافة لكده حنعمل تعداد إحصائي للأنواع عشان نحدد إيه هي الأنواع الموجودة حاليا في السودان، إيه هو وضعها بالنسبة لمؤشرات الانقراض، وهل هي قابلة للانقراض أو أوضاعها مستقرة. بالإضافة لكده حنعمل على تطوير المحميات البحرية، وحننشئ بنك للجينات بحيث إنه يكون قاعدة بيانات لكل الجينات بتاعت الأنواع الموجودة في السودان. حنعمل برضو على حماية الملقحات البرية، النحل البري على سبيل المثال، ودي المقصود بها إنه نساهم في استعادة الأنظمة البيئية الغابية أو النباتية الموجودة. الملقحات البرية بتساعد في الحاجة دي. من أهم البرامج والمشاريع بتاعتنا في الهدف ده هو تطوير إدارة الغابات، بحيث إن إحنا نوازن ما بين بقاء واستدامة الغابات دي ومساهمتها في الاقتصاد الوطني السوداني. أرجو إنه الاستعراض ده يكون خفيف عليكم ومرضي، ونتوقع إن شاء الله أسئلتكم، والمزيد من التفاصيل حتلقوها في PDF اللي حيتم الإعلان عنه لاحقا. شكرا لمتابعتكم، وبانتظار أسئلتكم ونقاشكم.